عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم متابعينا الكرام. نعمل لايك ونبتدي ان شاء الله فيديو النهارده. بنطلون من الجينز هفرده، هقسمه قصدي بالنص كده، بنطلون ما اكونش محتاجاه اهو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، تمام. طيب انا باخد الجزء الواسع عندي ده عشان اعمله برده بنطلون، ولكن ثابته بطريقه جميله جدا. باخد خط بعرض القماش بالشكل ده كده اهو، انا محتاجة الجزء الواسع عندي، تمام. وبنزل 20 سنتي. ال20 سنتي دي بتكون ايه؟ بتكون قياس الحجر، قياس طول الحجر سنتي بالشكل ده. شيل ده بس عشان تبقى واضحة اهو. وخروج الحجر للاطفال بيكون 5 سنتي يا جماعة، خروج الحجر للاطفال بيكون حوالي 5 سنتي، وهنا بتاخدي ربع دوران الوسط لاي طفلة، تمام، او اي طفل اهو بالشكل ده كده. او هاتي بنطلون من بنطلون الطفله واعملي على طول عليه، تمام. لو الاسهل ليكي هاتي البنطلون واعمليه على طول اهو. ده كده البنطلون بتاعي، شايفين قسه بالظبط. انت بعد ما بتحتاري في الخياطه بتعملي قياسات اولادك بالظبط، تمام اهو. الحجر زوديه شويه على قد ما تقدري كده، 1 سنتي قرط مثلا عشان الخياطه، تمام. وهاتي بقى كده الجزء اللي انت عايزاه، الطول اللي انت عايزاه اهو. لو قدرتي تطلعي كده حوالي 2 سنتي مثلا، اطلعي بالشكل ده، تمام. طيب عايزه تحتفظي بالوسع ده، احتفظي بيه، مفيش اي مشكله. هعمل نفس الرجل الثانيه، هقص عليها اهو، ما تقلقيش ابدا، الحجر هيطلع مظبوط. كده خلاص قطعة الرجل دي كده افتحها اهو بالشكل ده، واحاول اسويها قد بعض. يعني ايه قد بعض؟ يعني بحط الجنب الصغير ده على الجزء ده كده اهو، وبحاول ان انا اخليها لغايه المنطقه اللي انا عايزاها، لغايه الوسط، لغايه الوسط، تمام. فانا اقول هنا 23 مثلا اصبح معايا ده الجزء بتاع الوسط، تمام. طيب الموديل بتاعي فيه كورانيش، فانا هاخد الرجل الثانيه اهي عشان اعمل منها الكورانيش، برضو هفتحها وهبتدي بقى بالمسطره اشوف العرض اللي انا محتاجاه. فانا فرضه ان انا محتاجه 5 سنتي، لا 6 سنتي عشان اعمل حساب التانيه اهو. فانا ببتدي بقى اقص الشرايط كلها كده قد بعض اهي اهو. كده انا عملت الشرايط اللي انا هركبها في الجزء ده كده كله، تمام. طيب الحماله بتطلعيها من القمر، بتطلعيها من قمر البنطلون اهو. الحماله هي الشريط العريض ده، بعد ما تشيلي الجزء ده كده كله بتطلعي الحماله، تمام. تعالوا نشوف الخياطه. هخيط الحجر اهو، هاخد الحجر كده واخيطه للاخر. ممكن تعمليها من القماش، وفي الحاله دي هتجيبي مثلا متر من القماش هتكفيكي ثوابتها كلها، وتجيبي البنطلون من بتاع ولادك ايا كان الطفل عمره قد ايه، وهتعملي نفس اللي انا عملته بالظبط ان شاء الله. مره كمان اعملها لكم بالقماش، لان احيانا البنطلون او عاده التدوير بتبقى حتماكي
ان انت يعني تعملي في حدود المتاح ليك، لكن طبعا القماش لا. اهو كده خلاص انا ركبت الجزء بتاع الحجر، فاصبح معايا البنطلون كده خلاص تمام. طيب انا بتني الجزء ده كده كله، بس كمان عايزه استك، بركب الاستك في منطقه الظهر، بشيل بواقي الجيوب دي كده، باخد من اول الجنب للجنب منطقه الظهر كده، وبركب الاستك عشان يكون ماسك على جسم الطفل. الاستك المتاح لك، عشان كده قلت لك اطلعي ب 2 سم زياده. طبعا لو هتاخدي استك عريض هتطلعي ب 5 سم زياده تمام، عشان ما تبقاش واسعه بس كده الارجل. هنا الثوابت ينفع اولاد وينفع بنات. ينفع اولاد ازاي؟ ان انا ما احطلوش التسجيل اللي على الصدر والكورنيش والكلام ده تمام، ممكن احط له بادج مكانه. طيب انا تنيت الجزء ده بتاع الوسط اهو، كاني انا عملت بنطلون بالظبط اهو تمام. والجزء بتاع الظهر حطيت له الاستيك عشان يبقى مضمون معايا. هاتني الرجل الثانيه. طيب انا هنا هاتني الجزء ده كله، يا اما اتنيه يا اما اعمله بطانه بلون تاني تمام. مسألة اختيارية، تفرق بس في التخطيط. لو هتعمليها بناتي اعملي بقى بطانة بلون وردي كده جميل، هتبقى واضحة، او حتى خلي اللون الوردي من بره يكسر معاك اللون الاسود. ما تنيتش مرتين لان الجينز من القماش اللي ما بيعملليش مشاكل وانا بتنيه، يعني عادي ممكن اتنيه تاني واحدة مش هيعمل لي اي مشكلة يعني تمام. بتني كده اهو، الجزء ده عشان اركبه هون زي ما حضراتكم شايفين. طيب خدتها كده طبعا من الظهر من اسفل، شايفين كده شكلها، بصوا كده شكلها زي ما حضراتكم شايفين. الحجر هنا طويل وده المطلوب لانه لازم يكون مستريح ما يكونش مشدود، انا مش عامله بنطلون تمام. وده كده الجزء الفوق. هنا اختيارات، عايزه تعملي بادج صبياني، عايزه تعملي شكل عربيه صبياني، زي ما انت عايزه. طيب هنا في الظهر اهو زي ما قلت لحضراتكم الاستك ده بيجمع معايا في الظهر على جسم الطفل تمام. هنا الحماله بقى، الحماله بتقيسيها على الطفله تمام. طيب الموديل بتاعي كرانيش، في كرانيش بتاخدي الشرايط دي كده وتعمليها كرانيش اللي انتم شفتوها تمام، او عايزه تعملي منها الحمالات اعملي زي ما انت عايزه تمام. طيب هعمل لكم بس كده كرنيش ولا حاجه، مش بالضروره يعني يكون نفس العدد للاخر، بس عشان ما نبقاش خرجنا من الموديل ونلاقي ناس يعني ايه وقفلنا كده يلي بتحطوا صوره مختلفه على الموديل كده يعني تمام. طيب انا هعمل بس الشريط ده، هاتني حرف شريط عشان ما ينفسش اهو. زي ما قلت لحضراتكم لو انت عايزه تعملي السربيته دي بالقماش، مش عايزه تعملي عادي التدوير، يبقى متر قماش كفايه قوي. كده حتى لو شريط بس عشان اوريكم الطريقه تمام. طيب نعمل كمان حماله بالمره بقى اهو، طبق بالشكل ده عشان اعمل الحماله. كده مره كمان طيب بصوا بقى، ادي الحمالتين عملتهم تمام، والشريط اللي انا تنيته اللي انا هعمله كورنيش اهو، ده الشريط كده تمام. طيب انا عايزه بقى الحماله كلها تطلع اهي، لو حتى الحماله كده الاول شايفين اهي، تاني ادي الحماله اهي، احدد مكانها زي ما انا عايزه اهو تمام، واروح واخده الشريط كده من الاول وابتدي بقى اعمل ايه كسرات او كشكشه اللي انا عايزه اهو. واحط بقى الحماله، احط بقى الحماله تانية بنفس الطريقه. خلاص هاخد بس كده خياطه من فوق كده
دي عملت لي تشطيب رقبه نضيف اهي زي ما حضراتكم شايفين. بنزل بقى الكورنيش ده كده ونفس الطريقه في عدد الكورنيش اللي انت عايزه تعمليها، ومش بالضروره يكون من نفس خامه البنطلون، يعني ممكن كمان احط ستان، احط دانتيل، اي حاجه هتنفع وتؤدي الغرض. الجنب ده برضو لازم اتنيه اهو، الشكل ده كده هنزل اتني الجنب ده اهو. يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين السلوبيت ده اهي مريحه جدا ومستريحه جدا في منطقه الحجر زي ما حضراتكم شايفين. ده بادج بتركبيه على حسب الرغبه زي ما انتوا عايزين بالظبط، على حسب ما انت عايزه بادج اولادي او صبيان. طبعا في حاله الصبيان هتشيل الكورنيش ده خالص، تمام. طيب والحمالات طبعا بتقيسيها على الطفل، بتيجي في منطقه الظهر بقى وتحددي الطول وتخيطي الحماله زي ما انت عايزه مستقيمه او عايزاها علامه اكس او اي حاجه، تمام. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، تنسوش اللايك والشير. هنا ممكن تعملي جيوب او تعملي اي حاجه. كانت الفكره بسيطه النهارده. كل سنه حضراتكم طيبين وبخير اهي زي ما حضراتكم شايفين.